احنا فخورين كمجموعة للأطباء العرب انه نؤسس مركز متخصص بقدرة عالية وكفاءة عالية في الفيوم لخدمة منطقة الفيوم والمحافظات القريبة منها بإذن الله. مستشفى الفيوم الدولي بتتميز بوجود كل التخصصات الطبية تحت سقف واحد. احنا بصدد تسليم المرحلة الأولى اللي هي فيز 1. كانت فكرة صغيرة وحلم صغير قوي، الحمد لله رب العالمين بنشوفه قدام عينينا. إنشاء مستشفى خاص بهذا الكود العالمي ده كان حلم بيراودنا كأبناء الفيوم. أبويا كان جراح في الفيوم هنا، وهو كان بيحلم إن هو يعمل مستشفى يبقى فيها كل الدكاترة. قسم العلاج الإشعاعي مجهز بأحدث التقنية على مستوى العالم، هيقدم خدمة متميزة جدا. خدمة طبية تعتمد على الجودة، التكامل وسعر المعقول.